نبدأ على بركة الله. اليوم احنا نتكلم عن المعاني ونشوف شلون جاي الأسئلة وشلون نحلها وشنو الأشياء المهمة. خليكم وياي. هنا عندي كلمات فوق، هذا السؤال يقول use word in the books to complete the sentence. نعطينا كلمات فوق وريد نكملها. teacher مدرس، operations عمليات، China الصين، دينم من قماش، وتري معناها شجرة. معطينا خمس كلمات وأنا لازم أنزل المعنى. طيب اليوم أنت طبعا بالامتحان ماكو عندك هاي الترجمة، بالامتحان هاي الترجمة ماكو، أنا حاط لك إياها على مود تقراها بس حتى فهمك شلون تجي الأسئلة. جتني الجملة هان، نشوف هان is from، from معناها من، هان من مدرس، هان من عمليات، هان من الصين، يعني أطبق عليها وحدة وحدة. هان from China. زين أنت ما قاريهن، هس اقراهن، احفظ لي هذين الكلمات الفوق، تحفظ لي اياهن مثل اسمك من خلال الكتابة أكثر من مرة. teacher مدرس، أعيدها، teacher مدرس، teacher مدرس، teacher مدرس. operation 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 operation، عيد وياي. اوبر قول اوبر، اوبر ايشن ايشن اوبريشن. ثاني شيء من نشوف كلمة grow up، يعني من أكبر الواحد من يريد يكبر، شي يريد يصير، يريد يصير عمليات، يريد يصير صين، يريد يصير قماش قطني، يريد يصير شجرة، يريد يصير مدرس، ويصير تيجر مدرس. ثلاثة rubber يعني مطاط، مطاط المدرس، لا مطاط احنا أخذناها المدرس أصلا، عمليات أخذناها، الصين أيضا أخذناها، العمليات بعدنا ما أخذناها، دينا وقماش قطني. إذا المطاط هو نصنع من عنده القماش القطني. طيب ظليت ما متأكد من عده، لا المطاط من القماش القطني، لا مو عوفة، عوفة لا تحله، جتك وحدة عوفة. فرابعا قال للسيرجن، تحفظ لي كلمة سيرجن اللي هي الجراح، الجراح شي يسوي، يسوي عمليات، يسوي عمليات، أو تقدر تقول الدكتور، دكتور يعني عادي، دكتور هو من يقوم يسوي عمليات. طيب عندك آخر شيء جينز، جينز made of، جينز مصنوع من القماش القطني، ظلت لك واحدة هي اللي هي المطاط مصنوع من الشجر، يأتي المطاط من الشجر. فهيك راح تقول هان from China، grow up أكبر مدرس، جراح عمليات، جينز سير ربر المطاط يأتي من الشجرة، من الشجر، والسيرجن قلنا الجراح اللي هو عمليات، وجينز اللي هي made of jeans مصنوع من الدينم، مصنوع من قماش قطني. يعني انت بنت تريد تحل ترقم وتحل، ومثل ما تشوف قدامك انا بترجم الكيان تجي انت تحل وتحفظه. نجي على هذا التمرين الثاني، فوتبولر، فوتبول هو لاعب كرة القدم، نايس يعني جيد، جيد، كيلو هو كيلو، جمبر سترة او بلوزة، بلوزة، وستي يعني مدينة. اجي اقرأ الجملة، I am wearing، اني البس، ما عرفت شنو معناها عوف. اجي على الثانية، بابل، بابل هي شنو، بابل هي لاعب كرة القدم، لا لاعب هي جيد، بابل هي جيد، لا بابل هي كيلو، لا بابل هي بلوزة، لا بابل هي مدينة، نعم. اذا هنا نريد حل، راح اكتب هنا سيتي، راح اكتب هنا سيتي، كتبنا هنا سيتي. طيب رقم اثنين، فود الطعام، الطعام شبيه، لا الطعام لاعب كرة القدم، الطعام جيد، نعم نايس. I'd like apples تفاحة، أجي اللي أخذتهن بعد نتركهن، يقول like apples تفاحات يعني كيلو من التفاح، كيلو من التفاح، إذا راح نكتب هنا كيلو. My father is، والدي هو، كلمة nice أخذناها، كيلو أخذناها، والسيتي أخذناها، بقت عندي بس البلوزة، وبقت عندي لاعب كرة القدم، والدي بلوزة، لا والدي هو ايش، فوتبولر لاعب كرة القدم.
راح أقول هنا footballer. الأولى قال I am wearing, wear يعني يلبس, ما بقت هي بس هاي أيضا اللي هي الجمبر, فهيج نحل, هيجي الحل, تحفظ لي اياها مثل اسمك, بني حفظ حفظ, تعرفني يعني حفظ, يعني كلش مهمات, كلش مهمات. مفتاح الحل اللي بالاخضر, وير يرتدي جمبر اللي هي انا ارتدي سترة. تمرين اللي بعده, عندي دراور جوب هيومنز اللي هي البشر, انسيف يعني خطير غير امن, امن جرو يعني نزرع, واكسبنسيف معناها غالي. ترى هاي الترجمة ما تجيك, انت لازم تحفظها, انت اللي لازم تحفظها. طيب يقول وي رايس, رايس يعني رز, احنا شو نسوي للرز؟ جرو نزرعه. اذا هنا راح اجي اكتب جرو واريدك تحفظ اياها. جرو يزرع, جرو يزرع الرز, وي جرو رز, وي جرو رز, رايس هي تلفظ رايس يعني الرز, وي جرو رايس, وي جرو رايس. طيب ثلاثة, كمبيوتر, هذا الكمبيوتر هو, this computer is, اجي هنا دراوزرز جيوب, جاب الكمبيوتر على جيوب, بشر خطير, ايش اللي علاقة الحاسوب خطير, ما له علاقة الحاسوب, نزرع, نزرع احنا اصلا اخذناها, بقت لي اكسبنسيف, اذا هذا الحاسوب هو ايش, راح اجي اقول اكس expensive, this computer is too expensive يعني هذا هو غالي. طيب نجي في المستقبل, in the future I think, انا اعتقد go to Mars, يذهب الى المريخ, من هو اللي يذهب الى المريخ؟ Mars معناها مريخ, وهذه الكلمة مهمة حفظوا لي اياها, Mars ايضا معناها مريخ, و go يعني يذهب. حلو, طيب هذا وينها معناها, انا اترجم لك اياها حتى تسهل عليك اصلا. نجي نريد نحلها, نجي جيوب إلى المريخ, لا يذهب إلى المريخ, خطير يذهب إلى المريخ, نزرع أخذناها, expensive أخذناها, بقت humans, humans اللي هي البشر, إن اللي بشر راح يروحون للمريخ هيك يعني. طيب اللي بعدها the desk, desk يعني مكتب, هذا المكتب إيش بيه, هذا يمتلك, يمتلك غالي, غالي اخذناها, grow بقت لي drawers واللي هي معناها جيوب, واللي هي معناها جيوب. من اجيب كلمة desk, desk يعني معناها مكتب, احفظ ليها. طيب هنا it is to put your personal information online. من أشوف كلمة information online يعني معلومات على الإنترنت, شنو المعلومات إذا كانت معلوماتك على الإنترنت, هذا الموضوع شنو, هذا الموضوع خطير unsafe. إذن أنا راح أجي وأكتب هنا بالحل unsafe. شلون عرفتنا مفتاح الحل؟ من information online, معلومات online يعني معلومات على الإنترنت, information online. السؤال اللي بعده, هنا السؤال اللي بعده عندي سيف يعني آمن, كول cool يعني رائع, بايلوت يعني طيار, بلانت يعني كوكب, وتمبرتشر يعني درجة حرارة. تمب شو يقول, تمبرر, قل تمبر, تمبر, تمبرتشر, تمبرتشر, تم برتشر, 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 تمبرتشر, 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 تمبرتشر. نجي على هذا التمرين. اولا عندي هنا المشتري اللي هو كوكب المشتري, يعني هذه الكلمه هي مفتاح الحل. من يقول لي جوبتر معناها المشتري, او يقول لي مارس المريخ, المريخ هو ايش, شنو هو؟ طيب ما عرفتها اترك. نين قايل لي فاذر, اللي يقول الأب هو شنو, الأب سيف رائع طيار كوكب حرارة, الأب هو شنو, هو طيار. إذن هنا راح أجي للحل وأكتب هنا pilot. لازم تحفظ لي هذني الكلمات,
لازم تحفظهن هذني كلهن، كلش مهمات، كلش مهمات. يقول his is going up، والله ما عرفت، ما عرفت، عوف. أجي على اللي بعد، يقول هنا بهاي النقطة wall، wall معناها الصوف، الصوف هو شنو؟ is هم ما عرفت، عوف عوف عادي والله. خمسة يقول stay at home school online، online يعني على الانترنت. طيب كن، كن ايش؟ كن رائع، كن امن، كن حذر، كن طيار، كن كوكب، ايش؟ اذا هنا اقول لك كن safe، stay safe يعني خليك، خليك على امان، يعني خذ حذرك، خذ حذرك. هاي تجي مع بعض stay safe. خلصنا من هاي، نرجع نو ونعيده من البداية. جوبيتر يعني المشتري، المشتري هو شنو؟ المشتري هو ايش؟ بلانت، كوكب. اذا راح اجي هنا واخلي بهذا الفراغ بلانت وهو كوكب، كوكب بلانت. طيب هسه راح تجيني الثالثة، الثالثة طبعا انا حليتها هسه هواي، فراح اقول الثالثة his is going up، going up يعني ترتفع، كلمة going up ترتفع، وانت لازم تحفظ ليها، هاي مفتاح الحل، يعني هذن التمرينات انا مو بس احلهن، احنا لازم نحفظهن، نحفظهن حفظ. going up ترتفع وعندي حرارة، اذا هنا ايش راح اقول؟ راح اجي التمبريتشر اجيبها خليها هنا، اذا هنا راح اقول كملها كاملة temperature مثل ما هي، بس هنا اريدك لا تنسى temperature درجة حرارة going up يرتفع، temperature درجة حرارة going up يرتفع، حتى هذين الكلمات father pilot، الاب هو طيار، father pilot، اريدك تحفظ لي كلمة father الاب وياها pilot، father up pilot طيار، father up pilot طيار، Jupiter planet، Jupiter planet، Jupiter planet، Jupiter planet، Jupiter pilot planet. طيب the wall صوف، ايش بقى لي؟ cool، wall هو رائع، هيك wall cool، wall cool، wall cool، الصوف رائع، wall cool، الصوف رائع، wall cool، الصوف رائع. safe امن، safe online، stay safe online، كن على مأمن او كن حذر على الانترنت، يعني دير بالك على الانترنت، لا تنشر صورك، لا تنشر صور العائله، لا تنشر كلمه السر، هيك. التمرين اللي بعد، التمرين اللي بعد اريدك تركز لي عليه، عندك هنا كلمه communicate يتواصل، communicate شوي اذا صعبات بس مو مشكله، communicate يتواصل. اي تي بروجرامر مبرمج، ستار يعني نجمه، ستار نجمه، رابر يعني مطاط، وعندك هنا كالوكيشن، هنا احفظي ليشنز، كالوكي، قول ليشن، كالوكي، ليشن، ظل تعيد بيها لحد ما تحفظها. نجي الجملة الأولى، طبعاً هذه الكلمات أنا أحفظ معناها، هذه الكلمات فوق راح نحفظ معناها، نحفظ حلو. نجي هنا جوا المنزل، والله أنا ما أعرف شنو معناها، بس عندي كلمة صن شمس، ها هي مفتاح الحل، أريدك تحفظ ليها. من شفت كلمة صن شمس أدور على الحل، إيش جابوا عليه؟ يتواصل، مبرمج، نجمة، مطاط، كالوكيشنز حسابات، إذا الشيء القريب الوحيد هو نجمة. إذا هنا راح أجي وأكتب الحل هنا ستار. طيب ليش؟ لأن أقرب حل عليها هو نجمة، أقرب حل عليها هو نجمة، وأريدك تحفظ لي ستار نجمة وصن شمس، ستار نجمة
وصن شمس. الجملة الثانية سمارت فون، سمارت فون معناها هاتف، التليفون هو ايش؟ ما عرفنا شو المعنى، عفوا. ثلاثة قال تاير، تايرز يعني تيارات، تيارات ميد فروم، مصنوعة من، تيار من مصنوع هو الربر اللي هو المطاط. اذا راح اجي هنا اكتب ربر اللي هو المطاط. حلو. اللي بعدها عندي ماث، هاي كلمة ماث بداية، هاي ماث، ماث معناها رياضيات. نشوف كلمة ماث رياضيات بدون ما افكر، قبل كالكيشنز اللي هي الحسابات، لان انا عندي رياضيات فعندي كالكيشنز يعني حسابات، فراح اجي هنا واكتب هنا هذه كالكيشنز، انزل الحل هنا كالكيشنز مثل ما هو والى اخره. اللي بعدها قايل in the future I think، في المستقبل I will be، I will be سوف أكون. من أشوف كلمة I will be يعني سوف أكون، I will be معناها أنا راح أصير هيجي، مباشرة أدور على فتشي يعني وظيفة، راح أكون إيش؟ I will be يتواصل programmer، مبرمج IT programmer، فراح أجي هنا أقول له IT programmer ونزل الحل مثل ما هو. طيب ما بقت غير واحدة هي فقط، وهي سمارت فون، التليفونات كوميونيكيت بها تواصل يعني يتواصل، التليفونات احنا بها نتواصل يعني، هيك انت لازم تحل، هيك انت لازم تحل. فمن نشوف كلمة سمارت فون هواتف تقول له كوميونيكيت واللي هي معناها يتواصل. نجي على التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده هنا يقول ووك يمشي، لايك بحيرة، كلودي غائم، بيدروم غرفة النوم، ولفت يعني معناها على جهة اليسار. طيب أجي أريد أحل، نجي على الجملة الأولى I am writing، أنا أكتب إن، أنا أكتب بمن ما أعرف، أنا حائر بين غرفة النوم لو باليسار، أترك أعوف أعوف خلي آخر شيء وبعدين أرجع لي. طيب يقول the playground is on the on the on the يعني على، على ايش؟ على جهة اليسار. اذا هنا راح اجي اكتب هنا on left، بعدين خلينا نقول هو مو جهة اليسار، تعالوا خلينا نطبق انا وياكم. playground play هو يلعب، ملعب playground يعني الارضية مال الملعب او الملعب. طيب الارضية يمشي، ايش جاب الارضية على يمشي؟ الارضية بحيرة، الارضية غائم، الأرضية غرفة نوم، الأرضية على اليسار، أها on على on the left يعني على اليسار. إذا هنا راح أجي من أريد أكتب، راح أكتب on left، فأني هاي الجملة حليتها left، حتى لو أنا ما مقتنع ما أدري شنو، بس أنت طبق عليها البقية كليتها، طبق عليها قول هاي هيج ما ترى، بس أنت لازم تحفظ لي هذين الكلمات الفوق على مود من تجيك بالامتحان تتذكر. الجملة اللي بعده يقول لما، لما هي شبيهة could when she was two، لما هي شبيهة، لما بحيرة، لما غائم، لما غرفة نوم، لما يسار، لما تمشي يمشي أو تمشي. إذن راح أقول لما walk اللي هي معناها يمشي، اللي هي معناها يمشي، فهذه عندي كلمة walk يمشي. أربعة قال لي swimming، swimming يعني يسبح، swimming in the، وين اللي يسبح؟ وين يسبح؟ بالبحيرة in the lake، فأنا راح أجي هنا وأكتب له بالحال lake اللي هي معناها بحيرة، I'm swimming in the lake يعني أنا أسبح في البحر. آخر شيء قال لي autumn، autumn يعني خريف، شهر الخريف، بالشهر الخريف شنو هو؟ شي يصير؟ يمشي أخذناها، lake أخذناها، لفت اخذناها، بقعت له غرفة نوم لو غائم، مبين الخريف هو شي يصير بي دائما هذا وانا اشوفه، فراح اجاني واقول له كلودي يعني غائم، كلودي يعني غائم، بقعت له هي بس I am writing يعني انا اكتب احل الواجب، وين؟ غرفة نومي، بيد روم، بيد روم، اكتب الحل مالتي دائما غرفة النوم. فهاي حليناها، شلون حليناها؟ من حلينا البقيه وهاي فهمنا. تمرين اللي بعده السؤال الخامس، عندي هذا التمرين اي اجي، طبعا هاي من تريد تحله انت يعني نفس الحاله، كلمات الفوق هذين لازم تحفظهم، unsafe يعني غير امن،
wash يعني تغسل، star يعني نجمة، farmers يعني فلاحين، planet يعني كوكب. أجي على هاي الجملة، طبعا عندي أنا هنا كلمة hand، hand معناها يد. أجي أدور وياه، شنو هو اللي عندي هنا يخص اليد؟ غير آمن، الكوكب، الفلاحين، النجمة اللي يغسل. مباشرة أقول هنا بالحل، طالما عندي يد، يديك، يديك يعني هاند يعني يد، كلمة هاند دائما يد، احفظها هاند يد. طيب إذا هنا راح أكتب wash واللي هي معناها يغسل. طيب هذه wash واللي معناها يغسل. السؤال الثاني، grand parents، كلمة grand parents احنا نعرفها واللي هي معناها اجداد يعني جد. طيب الجد شبيه، الجد غير آمن، الجد يغسل، الجد نجمة، الجد الأجداد فلاحين. مباشرة راح أقول الحل هنا farmers. شنو مفتاح الحل؟ مفتاح الحل هو كلمة grandparents. الثالث، من قال لي information online، معلومات على الانترنت، أقول له unsafe يعني غير آمن، يعني هذا شيء مو آمن إذا تحط معلوماتك على الانترنت، unsafe. اللي بعدها قال لي القطن، cotton comes from، القطن يجيني منين؟ ما عرفت. عوف أروح على الخامسة، قال لي the home، المنزل، sun، من شفت sun شمس، من شفت sun شمس، هنا sun شمس. مباشرة أقول له أني planet واللي هي معناها كوكب، planet واللي هي معناها كوكب. كلمة تريد كانت مو واضحة، بحطيت لكم إياها سبين لكم إياها. طيب بعدين قال الكتن، القطن يجيني منين؟ كتن comes from. حتى إذا أجتني plant، طبعا كلمة plant نبات، خلينا أوضح لكم في شغلة مهمة. طيب خلينا أوضح لكم في شغلة مهمة كلش. لو أجينا على كلمة plant، دقيق عفوا، plant معناها نبات، planet معناها كوكب، فلازم تميز هل هي planet كوكب، هل هي لو هي plant، إذا أكو إي هذه كوكب، إذا ما أكو إي فهذه نبات. هسه عندي plant أو مرات tree شجرة، حسب ما موجود عندك بالسؤال. هنا القطن منين جاي؟ جاني من plant اللي هو النبات، plant. تمرين اللي بعده، عندي كلمة chicken معناها دجاج، market يعني سوق، lake يعني بحيرة، sharks يعني أسماك القرش، وريني معناها ممطر. طيب أجي عليهم وحدة وحدة، من أشوف كلمة buy يشتري، buy يعني يشتري معناها يشتري، هاي مفتاح الحل أحفظها، buy يشتري، شنو اللي يشتري؟ أقول له market سوق. أجي هنا راح أكتب هنا بالحل ماركت، راح نحل هنا، نكتب هنا ماركت. اثنين، عندي كلمة I have got an umbrella، umbrella يعني مظلة، بل انت قريتها ونسيتها، عوفة لا تحلها. they like انهم يحبون رز، رز نشوف كلمة رز، رز يعني اقرب كلمة عليها ايش؟ الرز، مطار، قريش، بحيرة، سوق، دجاج، يعني دجاج يعني تمن دجاج وتم الدجاج. إذن هنا راح أجيب الحل، هنا راح أقول chicken، هاي chicken. طيب نجي على اللي بعد، قال لي swimming، من شفت swimming يسبح؟ أقول له lake بحيرة. نجي هنا نكتب الحل، هنا lake واللي معناها بحيرة. طيب آخر شيء great white، white water ماء، من هو اللي يعيش بالمي؟ ووتر، أقول له sharks يعني قرش، sharks يعني قرش. ما بقت لي الأمبريلا اللي هي يعني مظلة، ولا راح أقول عليها مطر لأن أنا أحتاجها بالمطر. طيب السؤال اللي بعده، عندي أيضا كلمات فوق وننزلها حسب المعنى اللي جوا، tree شجرة، trees أشجار، farmer فلاح، planet كوكب، سوسبان مقلاة،
unsafe غير آمن. نجي على الجملة الأولى. من شفت كلمة earth اللي معناها أرض أختار مباشرة كوكب. ثانية it is إنها information online. من شفت كلمة information online أقول unsafe unsafe يعني غير آمن. ثلاثة من شفت كلمة farm مزرعة أقول farmer واللي هي معناها مزارع أو فلاح. من شفت hot حار مباشرة بدون ما تفكر تقول الهوت حر حار إلا المقلاة، المقلاة دائما تصير حار. وآخر شيء عندي wood comes from واللي هي الخشب مصنوع منين؟ من الشجر، من الشجر. لا تنسى planet كوكب، plant نبات، ركز لي عليها. كلمة اللي بعدها عندك big كبير، temperature حرارة، trees أشجار، housewife ربة منزل، Chinese يعني صيني. قال لي هان شبي هو big حرارة أشجار ربة منزل لو صيني. هان هو صيني Chinese. إذن هنا بالحل أنا راح أكتب Chinese. اللي بعده قال لي وود الخشب هو ايش؟ منين يجي الخشب؟ من الاشجار trees. اذا راح اجي هنا اكتب trees. The desk is to هذا المكتب شوي is to والله ما عرفت اعوف. قال لي امي my mother الام. من نشوف mother ام اقول له يابا هي ربة منزل housewife. يعني الام ايش؟ الام حرارة، لأم أشجار، لأم صيني، إشجاب هاي. طيب من أشوف كلمة بيت يعني سرير، من أشوف بيت سرير، سرير إيش راح أختار وياها؟ وعندي عفوا كلمة going up أيضا أخذناها قبل شوية من ساعة. going up يعني ترتفع، شنو هي اللي ترتفع؟ درجة الحرارة. وطبعا هنا يروح للبيت للسرير للفراش، فراح أقول له يابا هي هنا الحل temperature يعني درجة الحرارة. بقت لي الديسك شبي ما بقت لي غير بس بيك. اجي هنا راح اختار على بيك. هذين الكلمات لازم نحفظن مثل اسمك كلش مهمة. شوف مرات شلون يجيب لك اياها بالامتحان. شارك قرش، قال لك سي لو سي، يا هي من عندهم البحر، هذه سي بحر وهذه سيارة. فانت لازم تحفظ لي شارك القرش وسي بحر. شارك قرش سي بحر، شارك قرش سي بحر. اللي بعدها ريد يقرأ ورايد يركب. من قال لي بايك يعني بايسيكل أقول له رايد يركب. الريد معناها يقرأ يعني تقرأ البايسيكل مالتك شنو هو كتاب هو. لا أنت من راح تحل أدور على الحل أشوف كلمة بايك معناها دراجة وريد يقرأ ورايد يركب مباشرة أقول له رايد يركب الدراجة. طيب حتى إذا ما أنت ما تعرف رايد شوف ريد البايك سيكل لا مو رهمة. اللي بعدها يقول his favorite هوبي درينك لو هوبي ميلك. من أشوف كلمة حليب ميلك حليب أقول له درينك يشرب، خلاص الموضوع انتهى. طيب من أشوف السويمينج سباحة أقول له ليك. والله أنت نسيت البحيرة، تعال على هاي كيك. إش جاب الكيك على البحيرة السباحة؟ إش جاب يعني إش جاب الكيك على السباحة. فأنت مباشرة تقول له الحل هو ليك اللي هي معناها بحيرة. التمرين اللي بعده يقول he is taking لو eating photography. كلمة eating معناها يأكل و take يعني يأخذ. photographer photographs يعني صور. من أشوف كلمة photo صورة أقول له take. والله أنت ما تعرفه. كلمة eat يأكل، إيش جاب الأكل على هذا؟ مراهمة. ستة عندك listen to يستمع إلى الموسيقى لو تنس. من أشوف كلمة يعني من أشوف كلمة listen to استمع إلى أقل ميوزك. أستاذ أنا ما أعرف هذين الكلمات أحفظهن؟ هسه أنا قاعد أعطيكيان أحفظهن؟ أحفظهن يلا. شارك وياه كذا رايد يركب، حط ورقة وقلم واكتب رايد أبايك يركب الدراجة رايد أبايك. درينك ميلك يشرب حليب، درينك ميلك يشرب حليب، درينك ميلك يشرب حليب، درينك ميلك يشرب حليب، درينك ميلك يشرب حليب. سويمينج سباحة وليك بحيرة، سويمينج سباحة وليك بحيرة. أظل أعيد بيها لحد ما تنحفظ.
listened to music يستمع إلى الموسيقى. ظل عيد بها واكتبها أكثر من 10 مرات. كنت أعرف طالب يكتبها المرة الوحدة الكلمة الوحدة 40 مرة وجاب بالامتحان الإنجليزي 100% على النشاط. تمرين اللي بعده يقول have a party. Have a party يعني لديك حفلة. ما يصير أقول لديك weekend، لا أقول له have a party. السؤال اللي بعده make grandma يعني يعمل الجدة، لا يعمل الكيكة، لا يعمل الكيكة. make a cake فأحفظ لي make a cake make a cake make a cake. نعطيهم اختيارات. send يرسل، يرسل الإيميل، لا يرسل النفاخة اللي هي البالونة بالونات، لا أقول له send an email يرسل الإيميل. عيد وياي send email send email وإلى آخره. use يستخدم، used a scissors يستخدم المقص، لو يستخدم الهدية، الهدية أفتحها أوكي بس ما أستخدمها قابل هي مثلا مقص حتى أستخدمها، لا use scissors هذا اني نحفظه مثل اسمك. use scissors use scissors use scissors. خمسة write a list يكتب قائمة. write a list يكتب قائمة. write a list يكتب قائمة. choose يختار. choose your birthday لو choose your paper يعني انا اختار الميلادي ليش هو عيد ميلادي انا اللي اختاره، لا choose up your paper يعني اختار الورقة مالتك. choose your paper اختار الورقة مالتك. choose your paper اختار ورقتك. choose your paper اختار ورقتك. هيج. السؤال اللي بعده قايل لي correct لو incorrect. هنا من يقول لي correct يعني صحيح، incorrect يعني غلط. فاحنا نقرأ الجملة. الجملة الأولى يقول teacher هو الشخص الذي يعمل بالمدرسة، أقول له correct يعني صحيح. ثانيا hospital يعني مستشفى، احنا قلنا بالمستشفى مو لازم نقول دكتور، نجعلها جملة بيها دكتور ما بيها دكتور، إذا راح أقول له incorrect غلط. طيب الجملة اللي برا قايل summer صيف hot حار يعني الجو بالصيف يكون حار، جواب صحيح. طيب أربعة يقول we play football، football يعني كرة القدم، play يعني نلعب، احنا نلعب classroom يعني احنا نلعب طوبة بالصف، جواب غلط يعني احنا بداخل الصف نلعب كرة القدم، لا بالملعب اي بالساحة اي. خمسة يقول pupil الطلاب go to school يذهبون الى المدرسة، الجواب صحيح لأن لازم تحفظه. اخر شيء قال لك الكوك الطباخ يعمل بالمطبخ in the kitchen، الجواب صحيح. هو وين يعني مشتغل. التمرين اللي بعده يقول I'd like to read a book أنا أريد أقرأ كتاب، جواب صحيح. ثانيا قال لي cook الطباخ flies planes يطير الطيارات، الطباخ يطير الطيارة ليش هو طيار، جواب غلط incorrect أحفظن هيك. I'd like to go to the beach أريد أروح للشط، جواب صحيح. أربعة يقول when I was two من كان عمري اثنين I can run fast، إذا واحد كان عمره سنتين يقدر يركض بسرعة، السنتين هو قوي يمشي أصلا، قوي يمشي تلقى. ثلاثة يقول my favorite color is art لوني المفضل هو art، ليش هو الارت لون، إذا أقول incorrect. لو قايل لي my favorite color is red لون المفضل أحمر أقول له صح. I prefer winter يعني أنا أحب الشتاء، ما بيها كل مشكلة صحيح. الجملة اللي بعدها دكتور work in الدكتور يشتغل بال، قايل لك school و hospital، الدكتور مبينه يشتغل بالمستشفى hospital. ثانية قايل لي lesson الدرس، من قال لي lesson الدرس قال لي winter الشتاء religion اللي هو الدين اللي هي الإسلامية يعني، من شفت lesson درس قايل لي religion، بالله انت ما تعرف كلمة religion، تعال على winter، اش جاب الوينتر على الدرس، اش جاب الشتاء على الدرس، ما قربت بيناته. ثلاثة من أشوف كلمة teacher مدرس أو teaches مدرس أقول له teacher، الطباخ ما له علاقة بالتدريس، teaches يدرس أو teacher مدرس وهنا teach فهي teacher teach. أربعة elephants الحيوانات هي animals لا plants نباتات، لا الelephants اللي هي الفيلة هي تعتبر حيوانات are animals. خمسة we listen to نحن نستمع إلى music، شوف هنا من شفت كلمة music موسيقى، من أشوف كلمة music اللي هي معناها موسيقى أقول له listen to قما play. طيب
من أشوف كلمة classroom يعني صف و lesson درس مباشرة، لأن عندي lesson دروس فراح أقول له classroom يعني دراسة. جاب البارك اللي هو الحديقة على الدرس مو رهمة. آخر شيء عندنا هذا التمرين كلش كلش مهم أريدك تحفظ ليه، عندك كلمة بيك يخبز تجوية بريد وكيك وإن ذا أوفن، عندك جريت اللي هي يبرش تجوية الجبن وكروت جزر وين جراتر جريتر بالمبرش، عندك سبريد ينشر ويا الزبدة والعسل هذا نحفظ تحفظ ليه، يغسل الفواكه والخضروات، آد يضيف الزيت والفلفل أو الثوم، سلايس يشرح يعني قطع، أونيونز البصل، توميتوز طماطة يعني، وذ نايف يعني بالسكينة، عندك ميكس يخلط، وذ سبون يخلط بالخاشوقة، everything together كل شيء مع بعض، وعندك آخر شيء peel يعني يقشر البرتقال لو البطاطا. هذني كلش مهمات وأريدك تحفظ ليها.